الوطن. يعني أنا أخوي استشهد بالعبوة الناسفة ضابط بالجيش العراقي. فهاي طبعا هذا الشغل شلون يعني هذا يكون تحدي إلي. يعني أنا أشكو عندي يعني بداخلي كبت وهاي يعني أنا هسه دا أطلع عن نفسي ما ظلت محصورة يعني بقلبي بس أنا مقهورة ويعني أتذكر أخويا وبس ألم ألم. بالعكس يعني من أدخل للحقل مال العبوات وأشقد إحنا نشتغل وشقد نلقي عبوات وشقد أحدد عبوات وشقد نعالج عبوات أني تشيل جزء من الألم اللي بداخلي. بس أكو صعوبات ثانية تواجهني ولحد الآن يعني هو صعوبات إنه مجتمعنا يعني مدى يتقبل إنه مرة فكرة مرة مجال تقريبا عسكري. إحنا مجالنا تقريبا شبه عسكري كامل بالضبط نخضع لنفس القوانين العسكرية. فعندي صعوبة بهاي الشيء إنه لحد الآن ما أقدر أقول أنا قدام كل أحد إنه أنا دا أشتغل بهذا المجال. بل أحد يدخل للحقل هو مو مركز تمام؟ تمام.